شوف يا ولد، إذا غشيت مرة تانية وحكيت كلام فاضي أنا رح كسر أسنانك ورح كسرهم بشكل نهائي لحتى ما يتصلحوا بحياتهم. كسرهم بابا. خلص بترجاك، خلص بابا. بترجاك يلا روح والعب معه ساهر. يلا سيد المحيط، وهالمرة انت رح تفوز، وعد. ماشي امشوا. اسمعوا دوروا، وانت إذا عملتوا أي أذى أو زعجتوني بشي أنا رح أضربكم، مفهوم؟ امشوا. إيه إيه هيك منيح. مرت عمي؟ إيه بنتي. مرت عمي، أنا بدي إياكي تساعديني بشغلة صغيرة من بعد إذنك. قوليلي. الموضوع بس إنه سمير وبارات عم بيلعبوا مع ساهر برا، وحاسة إنه ساهر ماله منيح، وأنا لازم ضل مركزة ومنتبهة عليهم. ممكن أطلب منك إنه تساعديني بتحضير الأكل بعد إذنك؟ شو هالحكي بنتي؟ معقولة عم تسأليني هيك سؤال؟ طيب مرت عمي، تقريباً أنا خلصت، يعني جهزت كل شيء، بس لسه في شوية أمور ممكن تعمليها أنتي؟ أنا رح أعملهم كلهم، أنتي روحي. يلا روحي. شكراً كتير، خلي لي إياكي. شو هذا ماما؟ ليش وافقتي انك تجهزي الفطور؟ لك يا هبلة، هذا اللي انا بدي اياه. اسمعي، لا تغش بارات. مسكة. سيد المحيط، أنا اللي بدي أجيبه، عم تفهم؟ هاي الطابة شكلها لأخوك سيد ساهر، صح ساندرا أمورتي؟